بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تلفاز ماك ستور، ما تلاحظون هذا هو موديل التلفاز، به مشكل الليدات. هذه هي الشاشة بعد رفعها، وهذه هما الليدات الخاصة بماك ستور، فهي 3 مساطر، كل مسطرة فيها 8 ليدات تلاحظون. والمشكل كان في المسطرة الوسطى، وهذه هي الفيشات خاصة به. لم أجد هذا النوع، لكن وجدت هذا النوع من 9 ليدات، فهو لتلفاز كوندور، مسطرة ب9 ليدات، 3 مساطر. سوف أستبدلهم وأجرب. هادو يشتغل ب24 فولت، وهادو ب27 فولت. سوف أجربهم إن شاء الله يعمل جيدا. للتوضيح، هنا عملت شانت كما تلاحظون، لأن هذا السوكيت يحتوي على 3 مخارج كما تلاحظون، الزائد والناقص، وفي الوسط نوتر، وهذا يحتوي على 2 من المداخل، وعملت شانت ليصبح السالب هنا في الوسط، وأركب السوكيت كما هي لكي لا أضطر لقطع هذا الأسلاك وتلحيمهم هنا. كما تلاحظون عملت هذا الحل، كذلك هنا. والآن سوف أجرب. كما تلاحظون بسم الله، كما تلاحظون اشتغلت جميع الليدات بشكل جيد. انا عملت مسطرات بها 9 ليدات واشتغلت بشكل جيد. انا سوف اقيس الفولت الكلي والفولت لكل مسطرة. وجدت على كل مسطرة 28 فولت، والفولت الكلي 85 فولت، وهذا فولت كبير. سوف أخفضه من السيرفيس مود إن شاء الله، وسوف أعمل فتحات هنا على حسب الليدات، وأوافيكم بالنتيجة. الآن بعد تركيب الشاشة سوف نجرب. ما تلاحظون اشتغل التلفاز بشكل جيد. كما تلاحظون وبه كفات جانبية كما تلاحظون، هذه سوف نغلق التلفاز إن شاء الله.